عاد لها الهدوء بعد أن كان الصخب ضيفها يوما كاملا. ساحة التحرير، قلب بغداد النابض ينبض بالحياة مجددا. الشوارع فتحت والمحال والبسطات عادت تزاول أعمالها. يوم جديد يطوي ما سبقه رغم ما نتج عن انعكاساته. عطت مساحة العالم، المرضى خطيئة بقى محصورين، زين أصحاب المحلات، أصحاب القوة اليومية، وبعدين طلاب، المشكلة الطلاب اللي ما دخلوا الامتحانات قطعوها كلها الطرق، يعني ساحة عدن كلها قاطعيها الطرق، الجسور كلها قاطعيها، صبات خالين على ياسات، يعني حتى العالم ماتت من الجوع. اليوم ماكو استقرار، لكنه الاستقرار هذا مرهون بأحداث يوم السبت القادم، لأنه يوم السبت القادم أيضا هنالك يعني تظاهرات أعلنت بشكل رسمي وعن طريق اللجان التحشيدية. وبعد أن ساد الهدوء يتساءل البغداديون، ما علاقة الجلسات البرلمانية بقطع الطرق والتسبب بحالة شبه الشلل في بغداد؟ يتساءلون ويبحثون عن جواب أضحى كإبرة في كومة قش، فينادون بعدم قطع أوصال العاصمة خلال عقد الجلسات. هل يفترض ينعقد مجلس النواب بس لا يقطعون الطرق ولا يقطعون الجسور؟ يعني أنا البارحة من وصلت ذاك الصوب طلعت بثمانية، عندي شغلة بساعة النصر كلها قضيتها مشي. احنا طلاب انضرين بسبب القطوعات مالتهم الباحة، يعني انتم من تسوون جلسة بيناتكم، جلسة مال مجلس النواب، لا تقطعون الشوارع، يعني ما تقطعون الشوارع تضررون الطلاب، بس احنا الباحة ضررنا. وقبل منتصف ليلة الامس وجهت قيادة عمليات بغداد بفتح الطرق والجسور باستثناء جسري الجمهورية والسينك بعد انسحاب المتظاهرين من الساحة وانتهاء مشهد التظاهرات. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.